اليوم فقرتنا الطبية عن العلاج الحروقات، أنواع الحروقات، كمان شو هي مثلا درجاتها، كمان علاجها. معنا الدكتور سعود عبد الباقي حسين، استشاري جراحة تجميلية والحروق وأمراض جلدية. صباح الخير دكتور. يا صباح النور، أهلا وسهلا. دكتور طبعا أول شيء بالبداية تعرف لنا الحروق، يعني باعتبار أنه هي خاصة فترة الصيف دائما بيصير عنا حروق كتير بالوش، وما عدا كمان في حروق تانية، بس كشكل عام تعرف لنا الحروق. هلا صباح الخير لكل المشاهدين. هلا أول شيء تعريف الحرق هو فقدان الغطاء الجلدي، فقدان الجلد لأي سبب كان، في أسباب كثيرة طبعا، بس بحب صحح لك معلومة أنه الحروق تحدث أكثر في فصل الشتاء أكثر من الصيف. أكثر؟ مع أنه بيقولوا من الشمس أكثر بالشتاء. لا هلا الحروق السطحية هي من الشمس حروق عادية، نحن عم نحكي عن الحروق بشكل عام تحدث في فصل الشتاء أكثر من الصيف بكثير بكثير، لأنه بفصل الشتاء مضطرين نستعمل الدفاية، مضطرين نستعمل السوائل الساخنة، مضطرين نستعمل الغاز أكثر، فهون بيكون جروح عميقة. طبعا ما حروق عميقة عادية. أكيد الحروق العميقة، نحن عم نحكي عن الحروق يعني مو إنه والله على الحرق الشمسي أو الإيه، فالحروق تحدث في فصل الشتاء أكثر بكثير من فصل الصيف. أما مثل ما قلت لك تعريف الحرق هو فقدان الجلد، فقدان الغطاء الجلدي لأسباب كثيرة لم نجي على ذكرها تباعا يعني. طيب دكتور، يعني أغلب الحالات أسباب الحروق يعني ما بعرف، أول شيء كأنواع، في أنواع للحروق؟ هلا قبل ما أنواع نجي على الأسباب. أسباب الحروق تختلف الأسباب حسب العمر وحسب الجنس، يعني عند الرجال والنساء يختلف، وبالأعمار المختلفة كمان الأسباب تختلف. نجي لفئة الرجال، يعني في الأعمار الصغيرة عند الأطفال أكثر أسباب الحروق هي السوائل الساخنة، شوربة، شاي، ما بعرف شو، يعني هالسوائل الساخنة أغلبها. يعني حتى في دراسة بتقول 80% من الحروق تحت عمر 4 سنوات سببها السوائل الساخنة. إيه. منجي للأعمار الأكبر بتجي الأسباب المهنية، مثلا اللي عم يشتغلوا بالكهرباء حروق الكهرباء، اللي عم يشتغلوا بالمعامل حروق المواد الكيماوية، اللي عم يشتغلوا مثلا، هاي الأسباب الأخرى. النساء، النساء بالفئة العمرية بين 25 للـ40 هي أكثر فئة تتعرض للحروق بالنساء طبعا، فهمت علي شلون؟ ايه، وحروق النساء اغلبها هي السوائل، اغلبها هي السوائل، النساء ما بيشتغلوا بالمعامل، ما بيشتغلوا بالكهرباء، ما بيتعرضوا للقلويات، للحمضيات، للفينول، للسوائل هي، فاغلبها مثلا حروق المطبخ. للنساء معظم حروق المطبخ مع نسبة بسيطة من حروق الكهرباء. طيب دكتور، نحن رح نرجع لحروق النساء لكن معنا اتصال بعد ما ناخذ الاتصال. الو صباح الخير. صباح النور. صباح الخيرات. يا هلا، تفضل. شلونك؟ شلون صحتك ان شاء الله؟ اهلين، يا هلا، الحمد لله. تفضل، مين معنا؟ وياك ابو نور البياتي. اهلا وسهلا، بس يا ريت لو توصل لصوت التلفزيون. ابو نور البياتي. اهلا وسهلا ابو النور. ماشي تتدللي تتدلل على موضوع الحروقات الجلديه يعني ومعالجتها. انا عندي طفل عمره سنه. ايوه، ايه تفضل الدكتور. أيوة. معك، تفضل الدكتور معك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حياتي؟ شلون الله يسلمك. تسلم اخوي. حياتي دكتور، عندي طفل عمره سنة. تمام. فالطفل سبب الحرق مالته مي حار، فصار الحرق بوجهه، فرحت عالجته عمليات تجميل فما بقى نفس الحرق الجلد مالته. بشو احترق هو اخي؟ بشو احترق؟ بالمي. احترق بالشاي، بالمي، بالزيت، بشو احترق؟ اللي احترق بالمي. بالمي السخنة. ايه، هلا عمره سنة هو؟ ايه عمره سنة. وقديش صار له من ايمتى احترق؟ والكبة والمي. من ايمتى؟ انا من اهل الدوس. كم شهر صار له محروق؟ والله صار له 3 اشهر. ايه، وهلا شو المشكلة؟ هلا شو موجود عنده هلا؟ 3 اشهر صار له، شنو؟ تجميل هلا. ايه، هلا شو المشكلة؟ هلا شو بايبه؟ شو صفيانه؟ المشكلة سويت عمليات تجميل والحركة راح، بس بقى الأثر مالته، يعني الأثر بالوجه بقى.
صديقي هاي كله بيروح، الأثر هذا كله بيروح، يعني ممكن على عملية تجميل أخرى أو على الليزر أو على العلاج كله بيروح، يعني كونه طفل وعمره صغير يعني ندبات الأطفال أكثر استجابة للمعالجات بتروح تماما يعني. يعني ندبات الأطفال أكثر استجابة للمعالجات بتروح تماما. الدكتور عالجته ورحت على غير دكاترة ووديته يعني أمرار، قالوا وين راح يبقى الأثر ما راح يروح، يعني مثل ما يقول استخدمنا غير علاج، يعني على وصفتك أنت و لا أخوي ما في شيء ما بيروح، كله بيروح، بس في شيء بياخد إجراء طويل، ممكن ياخد معنا سنة سنتين ممكن شهرين ما بعرف حسب الحالة اللي عندك، أنا ما بعرف ما شفتها، بس كل حالة إلها حل يعني، ما في إلا ما يعني أكيد إلها حل يعني. طيب دكتور معنا اتصال تاني. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا، تفضل، مين معنا؟ أنا سفيان من الموصل. أهلا وسهلا، تفضل الدكتور معك. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي دكتور من الآثار مع الحروق، يعني محترق بماء أو بشاي وتبقى آثار، ما لها أي علاج؟ إلها علاج أخوي، كل حالة إلها علاج خاص يعني. يعني موجود إن شاء الله العلاج. الحل كله موجود أخوي، بس في حلول سريعة، يعني في حالات ممكن تشفى معنا خلال شهر، في حالات ممكن تحتاج إلى عمليات تأخذ معنا 3 شهور 6 شهور سنة، يعني الحرق موضوع، الحرق موضوع عميق كتير وكبير يعني، ما حله مو بالحل السهل يعني. نعم دكتور شكرا. دكتور يعني بالنسبة إذا واحد لا سمح الله احترق بماء، يعني كب عليه ماء ساخن أو شاي أو حليب، أول شيء لازم شو يسوي؟ أول شيء تغمره بمي باردة أخوي نصف ساعة، بعدين توصله لأقرب دكتور. يعني أول شيء تبرده بمي باردة؟ أول شيء مي باردة مباشرة. يعني إذا يخلي الثلج تكون أحسن الشغلة؟ لا ثلج لا، مي باردة. مي بارد فقط. مي باردة. يعني خلينا نقول. مي باردة. ممنون جزيلا. شكرا على الاتصال. دكتور أنا حابة أرجع للطفل الصغير، لفت انتباهي إنه عمره صار سنة. وعم بيقول إنه خلاص يعني راح يضل هذا الندبة بوشه. هو مثل ما قلت هو الطفل احتمال جلدي يتغير أو هيك شيء. لا مو مستحيل يعني، كل شيء له حل يعني، ولكن في حلول تأخذ وقت. يعني ممكن أحيانا يعني في معالجات كثيرة، موضوع الحروق موضوع بحر يعني محر. احيانا مثل ما قلت لك على الادويه، احيانا على الليزر، احيانا في جراحات معقده اللي هي ممكن تيشو اكسباندر، المبيدلات النسيجيه، بالون تحت الجلد. يعني بنرفع الجلد وبنعيد اجراءه وبنعيد تكوينه، جراحه يعني معقده وصعبه. بس انه موضوع انه يضل ما يروح ما في، مستحيل الا في حالة يعني. أكيد. اكيد يعني. طيب اذا مثلا احتاج لليزر دكتور، يعني ليزر هون بهي الحاله قديش لازم يكون عمره؟ مو قديش لازم يكون عمره، قديش لازم يكون عمر الحرق. اها يعني له دور يعني. طبعا هلا الحرق باولته بالمراحل الاولى ما فيك تعالجي بالليزر، لانه الحرق. طيب ممكن نجي لشيء اخر، اول شيء لك درجات الحرق. طيب في عنا اتصال بعدين رح نرجع لانه معنا اتصالات كثير. الو صباح الخير. الو ما بعرف اذا الاتصال معنا. الو هو موج. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا، تفضل، مين معنا؟ بس يا ريت لو توصلنا صوت التلفزيون، ما بعرف الاتصال غير واضح. الو الو انقطع الاتصال دكتور. ايه فمثل ما قلت لك يعني نجي اول شيء لدرجات الحروق. هلا الحروق عامه تصنف الى 3 درجات، درجه اولى ثانيه ثالثه. والدرجه الاولى هو السطحي، والدرجة الثالثة اللي سطحي هو يشفى عفويا يعني بالأدوية وبالمراهم، وهي بيروح وما بترك أثر، ما بترك شيء نهائيا، هي الدرجة الأولى. الدرجة الثالثة ما بيطيب نهائيا إلا بعمل جراحي، درجة الثالثة. نجي للدرجة الثانية. على الدرجة الثانية سطحي وعميق، يعني تفيد عنا يسار هيك 4 درجات. طبعا في مراجع بتصنفها 4 درجات، في مراجع بتصنفها هيك إنه ثانية سطحي وثانية عميق. هلا الثانية السطحي كمان يشفى بدون جراحة، ولكن أحيانا يترك تغيرات لونية، يترك لون أحمر بني. أسود، ما بيكون مثل البشرة العادية. ما بيكون، هاي كمان على يد جراح أو طبيب له خبرة بهالمواضيع هاي. مع صبر ومتابعة من المريض يعني بده فترة بيروح كمان. هذا الدرجة الثانية العميق كمان يحتاج إلى جراحة.
الجراحة هي أشكال، ممكن طعم جلدي، ممكن شريحة جلدية، ممكن إغلاق مباشر، ممكن يعني في جراحات كثيرة. فهي كنا عم نحكي قبل ما أقول لك إنه الليزر، فموضوعنا إنه أسباب الحروق وبعدين هي درجات الحروق. فإمتى بنعمل ليزر إمتى ما بنعمل ليزر؟ بالدرجة الأولى ما بنحتاج ليزر، بالدرجة الثانية والثالثة ممكن نحتاج ليزر. فإذا ما عملنا جراحة شو ممكن يصير؟ بيصير عنا ندبة. الندبة شو هي الندبة؟ يعني سماكة بالجلد مع قساوة. إيه. طيب هاي الندبة شو هي الندبة؟ الندبة تمر بثلاث أدوار، الطور الأول، الثاني، الثالث. الطور الأول بحدود 20 يوم، الطور الثالث لحدود 3 شهور، الطور الثاني، الطور الثالث لحدود 2 سنين. الندبة ما بصير نشتغل عليها إلا إذا كانت ندبة ناضجة منتهية، يعني بنهاية الطور الثالث. طيب دكتور أنت لساتك بندبة، أنت لازم تتذكر يعني أنا رح أنسى ترجع، فرح معنا اتصال وكمان رح نرجع لك. ألو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا تفضل، مين معنا؟ احمد تاريخ من كركوك. اهلا وسهلا احمد، تفضل الدكتور معك. بلز احمد كلمة دكتور. دكتور معك تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، يا اهلا. تفضل اخوي تفضل. دكتور بلز احمد سؤال اذا وقت الزحمة. تفضل. النمش بالوجه ماكو، هاي شنو العلاج ماله؟ حكينا بالحلقة الماضية عن النمش صديقي. النمش هي أحيانا تجي ولادية وأحيانا تجي مكتسبة، يعني أحيانا يولد الطفل أو الطفلة وعلى وجه النمش، أحيانا لا العكس، أنه صار عمر الصبية أو الصبي 10-15-20 سنة وصار عنده نمش. هلا معالجة النمش موضوع طويل ومعقد شوي. هلا المعالجة الحقيقية هي المقشرات الجلدية، حقن ميزوثيرابي مع بعض الكريمات الجلدية، طبعا بتاخذ وقت طويل بس في نتائج كويسة يعني. شكرا على الاتصال، هو كان عم يسأل عن النمش دكتور، ونحن نرجع لك تحكي لنا عن الحروق. عن الحروق، فمثل ما قلنا انه معالجة الندبة، هلا قلتي لي الليزر، فالندبة بدها تكون منتهية نهائيا، يعني صار ندبة بيضاء قاسية وناضجة ما عاد في مشكلة، لأن إذا اشتغلنا على ندبة غير ناضجة، ندبة بطور التشكل، راح تعمل ندبة أسوأ من الأول، راح يصير عمل جراحي فاشل، راح يصير إيه. فموضوع مسألة وقت وزمن يعني. يعني مثلا إذا عمل الليزر لازم قديش يكون مثلا عمر الحرق لحتى إنه يختلف يعني. كمان من شخص لشخص، ممكن عندي يكون 2 شهر، عندك 4 أشهر. يختلف من شخص لشخص، هاي بيقدرها الطبيب نفسه، يعني انه اجى لعند الطبيب دكتور هاي بدها ليزر، بيشوف بدها ليزر بعملها، ما بدها ليزر بقول لا انه ممكن نصبر وقت اطول. يعني طبعا مو كل الحروق تستجيب على الليزر، يعني الحروق السطحيه ايه ممكن، اما الحروق العميقه ما يعني هاي بدها جراحه. بدها جراحه. طيب دكتور كمان انت حكيت، كنت هلا قبل شوي حكيت عن درجات الحروق او عند النساء، فكان جانا اتصال ما قدرت تكمل. ايه لا، الدرجات هي نفسها عند الكل، لانه الدرجات تتعلق بالبشره والادمه. ليش بنقول درجه سطحيه؟ درجه سطحيه يصيب البشره فقط، الدرجه الثانيه يصيب البشره وجزء من الادمه، الدرجه الثالثه نهائيا ما عاد في لا بشره ولا ادمه، راحت الكل سواء عند الرجال او النساء. ولكن احيانا النساء يعني استجابتهم للعلاج بتصير اقل. ليش دكتور؟ لاسباب بنيويه خاصه فيهم، فهمت علي شلون؟ استجابتهم بتصير اقل من الرجال يعني. من ناحيه الشفاء. من ناحيه الشفاء طبعا. طيب دكتور تحكي لنا كمان انه عن طرق التشخيص، يعني انتم كيف بتشخصوا يعني حالات الحروق؟ مثلا اذا اجاكم حروق مستعجله، احيانا بيجي الشخص بيكون محروق يا من المي يا من الزيت او هيك شيء. يعني كيف انتم فورا بتعالجوا هذا الموضوع؟ هلا في اخ اتصل سال سؤال كثير مهم وحلو، انه الحرق اذا صار اول شيء بنعمل غمر بالماء البارد، هي اول شيء مباشره فورا. ايه بعدين يصاروا لاقرب مستوصف، اقرب مركز صحي، اقرب طبيب، اقرب مشفى، ما بعرف. الاجراء الاول للحروق هو اجراء حسب درجه الحرق، حسب مساحه الحرق. هلا اهم شيء انه نغطيه بالصادات الحيويه اللي هو الانتيبيوتيك المناسب، نغطيه بالمراهم المناسبه، نعطي ضماد، نعطي سوائل كافيه، نعطي انعاش، نهدئ المريض، لانه
معظم مرضى الحروق اللي بيجوا بيكونوا متوترين نفسيا حتى انه دكتور انا محروق ويا الله وحرق، يعني نعطي مهدئ نفسي بالمرحلة الاولى، بعدين منتابع كل حرق حسب حالته. طيب دكتور مثلا في حال كان الشخص عليه تياب ومحروق، هون في مثلا فورا ينزع هلا اذا رح ينتزع الجلد؟ ايه هون سؤالك كمان كتير مهم. اذا شفنا انه هذا الحرق ممكن اذا شلناه يشيل الغطاء الجلدي معه، لا نغمره بالمي ونوصله للطبيب. احيانا في البسه انه احترق اللباس ولكن نعرف انه هذا اللبس غير ملتصق بالجلد، فمنشيله منكبه ما في مشكله. بس يعني اذا ملتصق اذا ملتصق الافضل غمر بالماء البارد مثل ما هو لبين ما المعالجه بيكون من عند الطبيب. طبعا هلا في الحروق يعني اسباب كثيره بصراحه، يعني كتب كبيره لا تتسع للبحث عن الحروق. في حروق القلويات، حروق المواد الحامضه، في حروق بتجي بالصود الكاوي، هي مثل البودره بتجي بتوقع على الجلد، الصناعيين اكثر شيء، فهمتي علي شلون؟ هذا الحرق اذا ضل على الجلد بيضل يحفر 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 ليوصل للعظم. هذا من النوع الخطير، يعني فينا نقول هذا جداً. نوع الخطر. فهذه الحروق مثل حروق الفينول مثلا، هي لازم غمر بالماء البارد مده نصف ساعه ساعه وما نلعب فيه نهائيا يعني. حروق الكهرباء ملاقي واحد احترق بالكهرباء، انه كيف احترق؟ انه عم يصلح فيش، عم يصلح مسجله تلفزيون. هي بتختلف عن الحرق العادي، بتختلف اختلاف كلي، وحروقها هي اصعب واكبر. يعني انه واحد عم يشتغل بمعمل او عم تمديدات كهربائيه او عمال صيانه ما بعرف شو، احترق بالكهرباء يعني انلدع بالكهرباء او ما بعرف شو بنقول، بيجي على الطبيب او على المشفى، دكتور في فوهه دخول، انا احترقت هون وفي فوهه خروج. دائما الكهرباء في فوهه دخول وفي فوهه خروج. الحروق الكهرباء القويه اذا فعلا تكهرب الاخ هذا او المريض هذا بتعمل تخريب على كامل مسير من الدخول الى الخروج، بتعمل تخريب للعضلات العميقه، بتعمل تاذي بالكليه، بتعمل برانشيم الكليه تموت نهائي. فهي الحروق شو بنعمل؟ مباشرة لازم نعلق سيروم رينجرلاتات اسمه، ونراقب الإدرار البولي ونشوف إذا في بيلة ميوغلوبولين، تخرب عضلات عميقة، ما في تخرب، بيصير هذا اسمه تخرب مترقي. أحيانا بيحتاج لعمليات جراحية عميقة، أحيانا بتر كامل، يعني ياما في أطفال إجوا أو كبار بترنا له الطرف العلوي أو الطرف السفلي بسبب تخرب. ليش بيصير؟ لأنه الشرايين كلها بتتموت، الدم ما عاد يروح يجي، بتموت الطرف كلياته. طيب دكتور في حالة الحروق ما بتكون سطحية شوي، بتكون مثلا بالدرجة الوسط، يعني مثلا كم مدة بدها ليطيب الجرح أو يعني يرجع شوي مثل الأول؟ الدرجة الثانية وسطيا تحتاج ما بين إلى 20 يوم لشهر. لشهر؟ من 20 يوم لشهر بس ما رح يرجع مثل الأول، رح يكون مكانه موجود. من 20 يوم إلى شهر إذا كان متابع بشكل كويس. إذا ما كان متابع بشكل كويس وصار في أخطاء وتعالج بالطب الشعبي، وفي ناس بيحطوا عدس مطحون، وفي ناس بيحطوا ما بعرف والله طحين، وناس بيحطوا سمسم، يعني اجونا ناس كثير بصراحة وشعير وما طبعا أنت حكيت بهذا الموضوع شوي عن الطب البديل بالحروق. لا لا هلا اجونا كثير حاطين شغلات ما هب ودب، فهمت علي شلون؟ هذا يا حرام تحول معنا الحرق من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، وصار في التهاب وصار بده معالجة أكبر ومعالجة أطول وصار أصعب. طيب يعني دكتور معنا اتصال، ألو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا تفضل، مين معنا؟ منصور نفاح الدين. يا أهلا وسهلا، تفضل الدكتور معك. والله ما في حساسية زجد ولا ودي حساسية وين؟ وين حساسية وين؟ حساسية بدن جدي وهذا بكل جسمه؟ بالجلد، حساسية بالجلد بكل جسمه. قديش عمره؟ بكل جسمك موجود؟ نعم. بكل جسمك موجود الحساسية؟ نعم. صار لها زمان؟ من زمان هي موجودة؟ انقطع الاتصال. بيقول موضوع الحساسية موضوع طويل، يعني ما فينا نحله على التلفزيون بصراحة. ممكن تكون حساسية من الأكل، ممكن حساسية من الجو، ممكن من الألبسة، ممكن من يعني. بس موضوع الحساسية دكتور يعني كسؤال، إنه هو بيروح وبيجي، يعني مثلا بيروح بفترة؟ لا ما بيروح. في الحساسية اللي الفصلية هي اللي بتروح وبتجي. في حساسية تتعلق بفصل الربيع أكثر، هاي بتصيف بتسوي دماع بالعين، بتسوي سيلان بالأنف، بتسوي عطاس، بتسوي حكة بالجلد، بتعمل ضيق نفس. هاي الحساسية الفصلية بس بفصل الربيع نتيجة الأبواغ والأزهار الربيع.
اما في ناس عندهم حساسيه دائمه، الحساسيه دائمه لازم يكون لها سبب، اكيد في لها سبب، يا اما غذائي او دوائي، ممكن عم يتعالج بدواء معين مثلا، في تاثيرات جانبيه لبعض الادويه طبعا، او مثلا من المحيط اللي هو فيه، يعني واحد كان من النجف ولا اجى سكن بهولير، او مثلا واحد من الموصل راح سكن ببغداد، تغيير الجو والعلاقه ايه. احيانا اللباس، في ناس بتحسسوا من البوليستر، في ناس من الصوف، في ناس من لباس معين، يعني الحساسيه لاسباب كثير، يعني ما بعرف حسب، بيكون حسب الحاله هون بتجي. طبعا طبعا طبعا. طيب دكتور نرجع لموضوع الحروق، يعني نحكي شوي عن الحروق السطحيه اللي بتصيبنا من الشمس. هاي الحروق اذا اهملناها بتتعمق هي؟ لا ما بتتعمق. لا لا، اذا اهملناها تاخذ وقت اطول للعلاج، ما بتتحول الى اعمق، بتصير وقت اطول. طبعا هون في شغله كثير مهمه، الحروق السطحية مؤلمة أكثر من الحروق العميقة. طيب دكتور قبل ما كمان نحكي عن الحروق السطحية، معنا اتصال قبل ما ينقطع. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا تفضلي، مين معنا؟ مش خيطة. تمام يا هلا، أهلا وسهلا. ممكن أحكي دكتور ناصر زحمة؟ تفضلي الدكتور معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك دكتور؟ الله يسلمك، تسلمي يا اختي. شلون صحتك؟ الحمد لله. دكتور اذا ما صار زحمه، عندي سواد حول العينين وراجعت اطباء سامرة وما عرفوا شنو نتيجتها، ما يعني ينطوني خطاط ينطوني عصافير بس بدون نتيجه. اختي اول شيء انت بتسهري كثير؟ شلون؟ بتسهري كثير؟ اي والله اسود حيل، يعني لا 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 ما فهمتي علي موضوع السهر، انت بتسهري كثير؟ لا لا والله، لا والله يعني بيام، يعني شلون نقول بيام المراهقه صحيح كنت تحت السهر، وانما هسه لا خلاص ما اسهر. قديش عمرك؟ عمرك 32 33. العمر كله قديش صار له السواد؟ من امتى؟ صار يعني بحدود 7 سنين هيك. 7 سنين اختي، هاي معناتها على الادويه ما عاد تروح، بده ميزوثيرابي، حقن تحت الجلد، مقشرات. شلون دكتور العفو؟ بده علاج بالميزوثيرابي، حقن يعني. ايه زين، شو اسوي له؟ يروح لك الهالات كلياتها، هي السواد كله بيروح. هي حقن اي دكتور. اها ايه، ابر تحت الجلد اختي. ما قالوا لي، وانطاني خطاط وانطاني عصافير وانطاني علاج وما فاد. اي معنى بدك ما قالوا لي يعني مثلا اختي اخذي ابر تحت الجلد او هذا حتى يفيدش، ما حد قال. لا اختي في تقنيه هلا طالعه جديده، طبعا مو كثير جديده بس انه هي جديده حقيقه، بتروح الهالات بشكل نهائي يعني. زين على اي دكتور اراجع اذا ما صار زحمه دكتور؟ الله يخليك ان شاء الله. بدك دكتور اما جلديه او جراحه تجميليه، واحد من اثنين. اتوقع انقطع الاتصال، شكرا لك. راجع يا دكتور تجميلي اما دكتور جراحه جلديه. طبعا هي الحقن ما بعرف اذا كانت موجوده بمنطقتها ولا لا، بس هي بتوقع اذا توسط في دكاتره لازم يعني دكتور جلديه او دكتور جراحه تجميليه عنده بيعالجها، بيروح يعني السواد بيروح. بالميزوثيرابي في تقشير بالاحماض الفواكه، تقنيه كثير حلوه، بتحقني اول شيء بتعمل ملئ حول العين. حلو. ايه وبتعطي بياض، يعني اشراقه بياض، يعني بتروح كلها بتروح. ايه. ما بعرف، معنا اتصال تاني. الو صباح الخير. الو الو صباح الخير. بس يا ريت. وعليكم. وعليكم السلام، بس يا ريت تسمعنا من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل مين معنا؟ اختي العزيزه، انا اياد من سامراء، عند حد شبابي شب بوجهي يصير اياد من سامراء. ممكن انت في حب شباب بوجهك، انت من وين؟ من سامراء. هو بيقول من سامراء بس انه هو اللي هو وين يعني. الو حاليا انت وين ساكن؟ حاليا انت ساكن بسامراء؟ قطع، اتوقع انقطع. موضوع حب الشباب موضوع كمان طويل بصراحة. يعني حب الشباب يمكن المرة الماضية او اللي قبلها ما بعرف حكينا عنه، انه الغالبية الكبيرة من حالات المراجعين العيادات الجلدية حب شباب، عند الشباب وعند البنات يعني.
في له معالجات كثيرة حسب درجة حب الشباب، يعني في درجة خفيفة، في متوسطة، في عالية، في الحب الشباب الملتهب الكبير اللي بيعمل عقيدات، وكل نوع حب شباب حسب درجته بتتعالج يعني. وبالنهاية كله بيروح يعني، بس بده صبر، بده وقت، بده متابعة، بده يعني المريض ما لازم يمل يقول والله راحت شهر واثنين وثلاثة وأربعة، لا لازم متابعة شوي شوي مع الأيام. أي طبعاً مع الأيام شوي شوي بيتعالج من الحب الشباب طبعاً. كمان هي حسب الدرجة مثل ما قلت يعني، حسب درجة حب الشباب، لأنه في حب شباب بسيط مجرد كم حبة بسيطة ومنعالج، هاي عادية بتروح. إيه ما في شيء بيروح مكان في شي دكتور مكان حب الشباب بيروح مع مكان الإياه. حب الشباب أي نوع حب الشباب مكانه بيروح إذا المريض ما لعب فيها. إذا لعب فيها بيضل، إذا لعب موجود. فيها بيضل معلم. شو العلامة اللي بيضل أو الأثر اللي بيضل؟ إنه بيصير في حفرة مطرحها. هاي الحفرة أنت قلت أتوقع بالحلقات الماضية إنه هي ما بتتعالج كتير. ما بتتعالج إلا بالفيلر. بالفيلر. فقط. الفيلر هو اللي بيعطيها. طيب دكتور كمان نرجع لموضوع الحروق السطحية، نحن ما كملناها. حروق السطحية أنت قلت إنه هي تتعالج يعني مو بشي عادي بالكريمات. ايه تماما، قلنا الحروق السطحية انه اذا ما عالجناها في مشكلة، طبعا هو في مشكلة، المريض بيعالج الحرق السطحي قبل الحرق العميق على فكرة، لانه السطحي مؤلم اكثر من العميق، بيعمل حرقة قوية، واخذ قوي، ألم قوي. الحرق السطحي مؤلم كتير. ليش مؤلم؟ لأنه النهايات العصبية بالجلد هي على السطح وليس في العمق. ليس بالعمق. ايه فوقت الجلد كله راح، راحت النهايات العصبية، ما عاد في ألم. فمريض الحرق السطحي مؤلم جدا، بيركض أكثر على الطبيب من الحرق العميق يعني. طيب دكتور معنا اتصال تاني. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الخيرات، يا هلا تفضل، مين معنا؟ يا هلا وسهلا، الحمد لله. تفضل. أنا سيف. بس علي صوتك شوي. أسأل الدكتور، عندي فطريات بجسمي. تفضل. عنده فطريات بجسمه. إيه تفضل أحكي. عم يسمعك الدكتور. الدكتور عندي فطريات بجسمي يعني جاي عالجها وما تروح، يقولون هذا الشامبو اسمه كيتيناز ما اعرف ايش. فطريات وين جسمك اخوي؟ بالراس، بالابط، بالعانه، بالقدمين، وين الفطريات؟ لا بايدي وصدري. قديش صار له من ايمتى هدول؟ والله صار له تقريبا حوالي 4 أشهر 5. 4 أشهر تعالجت وما عم يروحوا؟ ما عم يروح. بايديك؟ نعم. بالاظافر؟ لا لا بجسمي. مو الاظافر، الاظافر سليمين ما فيهم شيء؟ ما فيهم شيء. اذا الاظافر سليمه واذا الدواء سليم، اذا الدواء يعني الدواء الموصوف اذا للحاله نفسها لازم خلال اسبوع اسبوعين كله يروح اخوي، معناته العلاج خطا، عم تاخذ علاج خطا انت. هيك حاله لازم جسد دكتور. اخي الكريم، فطور اليدين اذا كانت الاظافر سليمه، فطور الاظافر تاخذ فتره طويله بجوز 6 أشهر سنة الاظافر، ها باقي الفطور تشفى بفترة أسبوع إلى أسبوعين إذا كان العلاج صحيح، غير هيك العلاج خطأ. طيب شو بتنصحه دكتور يعني؟ أنت يغير الطبيب تبعه أو يراجع طبيب كويس يعني. آه لازم تغير الدكتور يعني. تمام شكرا على الاتصال دكتور. الفطور من أسهل المعالجات لأنه يستجيب على العلاج بسريع. إيه شو أسباب الدكتور الفطور؟ فطريات يعني من نوع من أنواع الكائنات الحية اللي تعتاش على الإنسان، مثل شلون؟ إيه فالفطريات هشة جدا تستجيب على العلاج بشكل سريع، إلا فطور الأظافر. فطور الأظافر معندة وتحتاج وقت طويل، ممكن 6 أشهر إلى سنة، وتحتاج لمعالجة بنسميها معالجة جهازية أو عامة يعني أدوية بالطريق العام. أما معظم الفطور الأخرى معالجة موضوعية، محلول أو كريم يعني بروح يعني. قديش مثلا أسبوع؟ أسبوع أسبوعين تلاقي راح يعني، بكفي للفطور. طيب الحروق، الحروق السطحية إذا مثلا ما أهملناها وعالجناها قديش مثلا فورا هي؟ أسبوع لعشرة أيام بتروحوا. أسبوع عشرة أيام بتضل. طيب هاي في حال إنه بعد ما تعالجت إيه؟ قديش لازم يضل شخص بدون ما يتعرض لأشعة الشمس أو أي شيء حار قريب؟ لا يعني لا ما في مشكلة، هو يطلع يمارس حياته الطبيعية، لأنه بالأساس ما عنده غير جزء من البشرة متأذي، وخلال أسبوع عشرة أيام ترممت وصارت طبيعية. ولكن حتى اللي ما عنده حرق، حتى الشخص اللي ما عنده حرق بالأحوال العادية من الأفضل يستعمل واقي شمسي وهو طالع على الشمس يعني. طيب دكتور نحن كيف بدنا نحمي حالنا من الحروق يعني؟ الحالات العادية. أنو حروق؟ يعني بعض أنواع مثل الشمس. الشمس مثل ما قلت لك هلا واقي شمسي. واقي شمسي. واقي شمسي، هي رقم واحد. الحروق الأخرى بدي أنصح ستات البيوت بشكل رئيسي يعني. يعني تحذير وانتباه وتوصية وما بعرف شو بدي أقول لهم. الأطفال. حذاري من الأطفال، حذاري من الأطفال. يعني بتلاقي طفل عمره سنة
بلش يمشي او يحبي. يحبي ايه هاي كثير شفناها، هاي الطاوله هاي الميز مثلا تبعيه الاكل في الجلاله او الشرشف او ما بعرف شو بسموها الموجوده على الطاوله، اجت جابت دولة القهوة حطتها على الجلالة او ابريق الشاي او اي شيء حطته على الهي ماشي. الطفل عم يحبي والام ما انا منتبهة تعلق بهاي الشرشفة هاي الجلالة وقع المي كله عليه احترق. هي رقم واحد. رقم اثنين موضوع الغاز، ما تترك طفل قدام الغاز. رقم ثلاثة موضوع الكهرباء، ما تترك أي فيش كهرباء أي سلك أي بدون حماية. يعني الأطفال أكثر عرضة للحروق للحروقات. الكبار بتصير أخطاء يعني قد ما بتنصحيهم، يعني العامل اللي عم يشتغل بالكهرباء أكيد حريص على حاله ولكن أحيانا صار خطأ واحترق. بالنسبة لحروق المواد الكيماوية اللي جينا على الفينول والحمضيات والقلويات والممار هذول كمان حروق. طيب دكتور حروق الكيماوي مثلا الكريمات، يعني في ناس بيستخدموا الكريمات فجأة بيصير معهم حرق، هذا كمان بده علاج لحاله؟ بده علاج لحاله. هذا حرق سطحي على الأغلب، يعني هو كمان علاجه بيكون على الأغلب حرق سطحي وبيتعالج بالمرممات وبالمضادات الأنتيبيوتيك، يعني كمان بحدود الأسبوع أسبوعين لازم. طيب علاج الحروق مثلا بالزيت، بالزيت الحار مثل المي ولا هيك شيء؟ ما لنا علاقة زيت ولا مي، لنا علاقة بدرجة الحرارة. درجة الحرارة يعني إذا زيت حطيتيه من شوي على النار لسه ما وصل درجة الغليان، في حال وصل لدرجة الغليان مثلا حروق مثلاً. الزيت بشعة صعبة كتير، يعني كمان بتعمل حروق عميقة درجة ثالثة على الأغلب. إيه في حروق التماس، هي كمان من الحروق كتير صعبة. شو هي حروق التماس؟ يعني ست البيت عم تكوي أو الصوبية شغالة أو الدفاية شغالة أو الأب والأم قاعدين حاطين الأرجيلة عم يأرقلوا مثلا الجمر تبعه، اجى الطفل حط ايده عليها، حرق التماس يعني بتماس كونتاكت. هاي الحروق غالبا درجه ثالثه وتحتاج لجراحه، كمان بدنا نكون حذرين كثير من الحروق هذه. طيب الحروقات اللي بتحتاج الى جراحه يا دكتور هي مثلا خدماتها متوفره هون بالعراق؟ يعني كل شيء كجروكة جراحات التجميليه للحروق ايه متوفره، كل شيء هون متوفر. يعني انه ما في داعي شخص انه يسافر لمكان ثاني لا 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 حتى الخدمات شو هي؟ بدها يد جراح خبير وبدها يد دقيقه وبدها التقنيات او المعدات. ما بتحتاج بصراحه الى هالتقنيات انه الدقه عاليه، انه والله نحتاج الى جهاز تنظير او نحتاج الى والله جهاز مونيتور كبير، لا يعني بدها جراحه يعني. طيب دكتور طبعا نحن بنتشكرك كثير. الله يسلمك وشكرا على حضورك وشكرا كثير على المعلومات عن الحروق. اهلا وسهلا، شكرا لك. ان شاء الله تكون معنا بحلقات قادمه بمواضيع ثانيه ان شاء الله بالجلد. ان شاء الله. مشاهدينا نحن هون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله نهار سعيد عليكم، وكمان هو نهايه الاسبوع ان شاء الله تكون بكره يوم عطله حلو. الى اللقاء.